أنا كرام مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. ومعنا اليوم الشاب عبد الهادي، نقدر نسميه عاشق الدون كريستيانو رونالدو، صاحب الحنجرة الذهبية اللي كيف ما كيقول هو على أنه عنده مرد على أحد الفيديوهات. طبعا شحال هو فان ديال رونالدو واللي بغا يدافع عليه من حقه. عبد الهادي خويا، شنو خلاك تعيط لنا؟ شنو اللي خلاك أنك تصيفط لنا مراسلة؟ شنو اللي خلاك انك تخرج بهذا الفيديو هذا وبهذا اللايف؟ المغاربه دابا كامل ان شاء الله نكملوا هذا المباشر. عرفنا براسك. سميتي عبد الهادي، كنسكن في مدينه كازا، سيدي معروف بالضبط. المهم انا جيت باش نوصل هذه الرساله ديال الياس المالكي. علاش قال كريستيانو رونالدو خاصك تمشي تلعب مع فرق صغيره ماشي كبيره؟ وكنعرف كريستيانو رونالدو لاعب كبير وما يستاهلش هذا الشيء كامل اللي كيوقع عليه. الفيديو قول لي غير شنو قول، الناس غيكونوا عارفين، قول لي غير شنو قول. قال بلي رونالدو خاصو ما يلعبش مع شي نادي كبير، فهمتي، يلعب مع شي نادي صغير مثلا وجده مثلا، فهمتي. رونالدو هو زعما هاد الياس المالكي كيطلب زعما من رونالدو يمشي يلعب شي فريق اللي صغير، فهمتي، ما يكونش مزيان. انا ما تقبلش هاد الهضره، فهمتي، وما نحملش اي واحد قال لي رونالدو الاسطوره كنعلق عليه ديما في الكوره، فهمتي. باش تمشي بهذا التوني ديال النصر ديما الدون، و من هاد المنظر هذا ماشي مغربي، هذه اول حاجه. انا مع الدون كريستيانو رونالدو ديما. شكون جاتي في كوب ديما، البرتغال ولا المغرب؟ ويلي الدون ديما كريستيانو رونالدو، فهمتي. جاتي في المغرب؟ لا. رونالدو بعيد على المغرب بشكل كبير، فهمتي. شنو خلاك تبغي رونالدو بالطريقه؟ بزاف ديال الحوايج، فهمتي، حتى كيدير الخير اللي ما كيديروش اي لاعب مغربي عندنا، واش فهمتيني؟ دابا بحال رونالدو تقدر مثلا غنعطي هاد اللعيبات تقدر تكون ديزا خشك مثلا محدا رونالدو عنده فلوس وما عرفت شنو، رونالدو ما غيشوفش فيها واخا تكون مع شناو، فهمتيني. اما واحد مغربي يلاه طالع يلاه بدا غيشوف في هذيك اختي كتكون بياسه، خليني من، فهمتيني، خليني من مقود عليها لابسه طنطن. لا كنهضر انا على انت كتبغي رونالدو الانسان اكثر من رونالدو. لا انسان في كوره، اما خارج كوره رونالدو كيبقى من بين راسه، فهمتيني. المقارنة بين ميسي ورونالدو شكون كتفضل؟ انا كنفضل رونالدو. علاش؟ حيتاش رونالدو في اي دولة محطم كاع الارقام القياسية، ما محطمش اي واحد، واي واحد لحد الان رونالدو عندك، هانت عندك هالاند وعندك مبابي لحد الان ما عندهمش كرة ذهبية. يعني في التعليق يقول لك اخويا ميسي عنده كأس العالم، رونالدو ما عندوش. رونالدو ماشي زعما نقول ليه زعما ما عندوش كأس العالم كيبقى هو الافضل، لا. دابا رونالدو اللي ما خلاش يدي كاس العالم عنده بحال قلتي اللعاب اللي معاه ما كيحملوش، واش فهمتي. بحال انا ما كنحملش ميسي، ما بغيتوش، ما بغيتوش يدي كاس العالم، ما كنحملوش. اكثر من اكثر عدد اكبر من الكره الذهبيه مقارنه برونالدو. ياك، ولكن رونالدو اكبر هداف في العالم، محطم عليه ارقام قياسيه. البوست ديال رونالدو ماشي البوست ديال ميسي. هادي عاوتاني كتبقى شوف كتبقى في البوست، ولكن ميسي نحطه في البوست ديال رونالدو لحد الان ما يوصلش لي، واش فهمتي. انا هادشي اللي بان نوصل انا بالنسبه للناس ولا عارفين. لا كان كيسمعك هاد السيد هذا اللي دار هاد التعليق خايب على رونالدو، كيف ما كتبغيش تقول كنقول ليه باش تدوي على رونالدو الاسطوره. الياس ياك. باش تدوي على رونالدو الاسطوره ما ديرش قدامه هذا الانجاز الكبير اللي كيدير دابا حاليا، فهمتي، مع فريق النصر هو الوحيد اللي كيجيب لهم الرباح، ما كاينش شي لاعب كيجيب الرباح. سميه هدف راه ماشي سهل. ماشي بالسهل يسجل كمل الاهداف، صعيب جدا، فهمتي، صعيب على شي واحد يحطم ارقام ديال رونالدو حاليا، فهمتي. راه دابا انا كنت كنعرف نلعب كوره ماشي معلق، بامكان نقدر نمشي في كوره نولي بحال رونالدو، ولكن سي دوماج اللي عنده على هدف رونالدو. لا دابا لايف ما تصوريش لي. لا ماشي لا باش بتفيدو نعلق عليه، واش فهمتي. بلا صوت
بالصوت ديالي. بالصوت ديالك انت. على بركه الله. نيت الهدف اللي ما كاينينش بلا هادشي. تبدينا احسن هدف عندك. اخر هدف سجلو رونالدو. قبل ما قبل ما مع البرتغال. اذا متابعينا الكرام لازلنا معكم على المباشر مع الشاب عبد الهادي عاشق طون عاشق رونالدو. خرج في هذا المباشر كرد على احد التصريحات احد خرجت اعلامي لاحد اليوتيوبر مشهورين مدعو الى التبركي وكذلك كيتكلم حب لرونالدو واسمو تعليق جميع المشاهدين الكرام. مشينا اخو عبد الهادي دير اطلع لي الفيديو. اذا لازلنا معكم على المباشر. سميت واحد سميت واحد بديت له المار. عندك شي قناه شي 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 حاجه ولا شي كديروا حبا في حب رونالدو؟ ما مسوقش لهادشي فهمتي. كنلوح فيديوهات بنادم اللي عجبو صوتي مرحبا اللي ما عجبوش ما عنديش مشكل. انا كنبغي رونالدو عزيز عليا كروي وكنعلق عليه بصوتي واخا فهمتي واخا كنقلد شويه رؤوف خليف ما كيهمنيش انا. القدوه ديالك ماشي نقولش فهمتي قلد انما قدوه ديالك. قدوه ديالي رونالدو انا حتى شي واحد ما عزيز عليا. والناس راه باغيين يسمعوا اخو عبد الهادي. مرحبا الناس راه كيعرفوني اللي عارفيني راه عارفين. وانا سمعت انا اخو عبد الهادي. مرحبا. ماندي الجاد الوطن الجمهورية خطيرة وقوية رايا من رونالدو جول 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 رونالدو انت الاسطورة يلعب بقديمة في الكورة واين اسدير الكورة نشوف معايا في 2027 ولا 2025 فاش غتغادر يا رونالدو ما نشوفش اي اسطوره تقول كلامه في الكوره حتى جاد رونالدو ما شاء الله عليه شخصيه قويه على كل لاعبين رونالدو ما شاء الله عليه مغامر ومغادر في قبله في الاراضي الامريكيه في 26 رونالدو ان شاء الله يا ساده يا كرام لا نسكت على هذه الاسطوره تيوصل لي انا بهدف في الكوره ما شاء الله عليه هو الاسطوره واقدام وديما حاضر في الكوره رونالدو اقدام برتغاليه ان شاء الله يا رونالدو اتشرع المنتخب البرتغالي باقدامك الاساطيريه هادي نشوف هاد الاسطوره هو اللي وصل في الكوره عبادي انت الاسطوره اخويا والله نقول لك تبارك الله عليك وصدمتيني بكل صراحه حيت الصوت ديالك ماشي هو نفس الصوت اللي كتعلق به كنشوفوا معلقين كيخرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن شوف انا متاكد انا بزاف الناس غيخرجوا مورا هذا المباشر غيبغيو يتحداو انا كنسولك من دابا واش قابل للتحدي ولا لا سيدي اي واحد انا شوف انا ما كنهضرش على المعلقين انا ما نشوفهم فهمتي انا ما نسوقيش فيهم واش فهمتي انا ما نسوقيش فيهم الهضره اللي غيقولوا ولا يشفرش فيا ولا يبغي يعاونني ولا شي حاجه الحمد لله خدام بخير ولا خير كنصرف على راسي الحمد لله بخير. كنقول على الناس في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيقولوا لا راه في المعلقين وتحداك واش تقبل ولا لا؟ نقبل اي تحدي خاصو يكون فهمتي النويطات اللي كنقول في التعليق ما كيقولهمش اي واحد ونتحدى اي واحد. تبارك الله عليك اخويا الدالي. انا عارف راسي شنو هو كنقول فهمتي هاد شي كلمات قايلهم بالتعليق ما كاينش لحد الان باقي اي معلق باقي ما قايلهمش واش فهمتيني؟ وديما ما كاين الراجا ديما بعد الراجا العالم ولكن ضروري الراجا نعلقوا على شي تعليق شي ان شاء الله. شكرا كنقول لك شكرا انك فتحت لنا قلبك بطبيعه الحال نتمناو على انك المهم خرج داكشي اللي عندك كنقول لك برافو عليك برافو عليك مره اخرى ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر جديد مع شي معلق لما لا يكون حداك وتعلقوا على النفس هذا مرحبا خوتنا اللي مشاو حرقوا. عادل قال لك خويا قول لعبد الهادي سلم عليك عادل هو الحيوان الحمولي تعرفوا
ما عرفتش واش المهم واحد الله يحفظك جلوان قال لك نسلم عليك جلوان عرفتش الله يحفظك الله يحفظك الوالدين ودوك اللي كيعايروني ما تعايرنيش ما تعايرنيش شوف تيفي عايرني مباشره فهمتي وما غنتفرش اي واحد ما كان فهمتي ما هضرش بنادم وانا عارف بنادم غيعايرني وداك الشيء قبل التحدي مرحبا ايوا قايش بعد ان شاء الله كنبغي نقولك شكرا على المغرب ماشي اسمع لي راه هذا الشيء اللي قلت لكم انا في التعليق راه هذا الشيء راه شويه راه بالرغم البلياء وداك الشيء فهمتي الكاره وداك الشيء طنطن انتم راه عارفين خرجات عليا ولكن ماشي مشكل صغير انا غنجيو ان شاء الله مباشر جديد وغنوصل الرساله ديالك شكرا بغا نقول واحد مره اخرى بغا نقول واحد الهضره هذوك الدراري اللي مشاو حرقوا وداروا الروينه وهاد الشيء فهمتي شوف خوت اللي بغا يشوف شي حرق سير بوحدك فهمتيني سير بوحدك عاد ما سوقكش حتى شي واحد سير حرق الله يسهل